طبعا احنا عندنا علاجين سنسميه احنا فارماكولوجيكال ونن فارماكولوجيكال، يعني دوائي ولا دوائي. الدوائي هنالك ادويه متعدده 4 مراحل لعلاج الاكتئاب، يعني نبدا بمضادات الاكتئاب، ثم بعد ذلك اذا الخط الاول، ثم اذا فشلنا الخط الثاني، ثم مضادات الذهان، ثم مثبتات المزاج، ثم الكهرباء. فاحنا عندنا اي مريض 99% من مرضى الاكتئاب يمكن علاجهم، يعني ما يبقى عندنا الا جزء جدا بسيط اللي احنا نسميهم تريتمنت ريزيستنت ديبريشن، اللي هم الناس المقاومين للعلاج. هذا فيما يخص الجانب الدوائي. فيما يخص الجانب غير الدوائي، طبعا العلاج النفسي بأنواعه، سواء العلاج النفسي المعرفي أو السلوكي أو التحليلي أو الفردي أو الجماعي، كل هذه الأنواع احنا بنستخدمها للعلاج في الاكتئاب.